هدوء حذر في منطقة شبرا بعد توقف إطلاق الأعيرة النارية وإضرام النار في إطارات السيارات عقب تجمهر أهالي قتيل شبرا. ضبط جمال صابر مؤسس حركة لازم حازم بأمر من المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة يضم 34 متهما في أحداث شبرا. جبهة الإنقاذ تعقد اجتماع لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة السياسية والحوار الذي دعت له الجبهة مع أحزاب النور ومصر القوية وحزب مصر والإصلاح والتنمية. اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير تنظم وقفة احتجاجية بالتنسيق مع نقابة الصحفيين وقوى سياسية للمطالبة بإجراءات رادعة تجاه المتهمين في الاعتداء على المتظاهرين والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام. نشطاء وسياسيون ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم اعتراضا على سياسات الإخوان. مجلس نقابة الصحفيين يعقد أول اجتماع له بتشكيله الجديد برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين لتشكيل هيئة مكتب النقابة. محكمة استئناف القاهرة تنظر قرار النائب العام بمنع 21 شخصا بينهم عدد من كبار رجال الأعمال من التصرف في أموالهم في إطار تحقيقات قضية صفقة بيع البنك الوطني المصري والتلاعب في البورصة. اتحاد الأطباء العرب ينظم وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي أوباما للقدس المحتلة. وزير التموين باسم عودة يلتقي رئيس اتحاد الغرف التجارية لمناقشة منظومة الخبز الجديدة ويؤكد على أنهم لا يجبرون أحد على الدخول في المنظومة الجديدة. منتخب الشباب يفوز على نظيره الجزائري ويتأهل للنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للشباب بالجزائر ومونديال العالم للشباب بتركيا. مشاهدينا، عدد من الأخبار سيطرت على الصفحة الأولى في جرائد الصادرة في مصر النهاردة، ولكن القاسم المشترك ما بين الجرائد كان قضيتين. القضية الأولى هي الاشتباكات اللي حصلت في شبرا على مدار اليومين اللي فاتوا، والقضية الثانية كانت إلقاء القبض على أحمد قذافي الدم سفير ليبيا السابق في مصر والذي ينتمي إلى أسرة العقيد معمر قذافي الرئيس الليبي السابق، تم إلقاء القبض عليه امبارح. أما مشكلة شبرا فهنبتدي بيها، وخدتها المصر اليوم في صفحتها الأولى. المصر اليوم قالت أن هناك 3 قتلى و24 مصاب في ليلة الدماء بحي شبرا. المصر اليوم بتقول أن كان في الواقعة ابتدت بمقتل سعد السيد وهو طالب في المرحلة الثانوية على يد أحمد جمال صابر، وأحمد جمال صابر هو ابن جمال صابر مؤسس حركة حازمون. بعد واقعة القتل دي اشتعلت الاشتباكات ما بين أهالي منطقة العسال وأهالي منطقة طصن واستمرت لنحو 4 ساعات. الوطن برضو في صفحتها الأولى بتتكلم على الاشتباكات اللي حصلت في شبرا، وبتقول إن أسرة قتيل شبرا بتتهم نجل منسق لازم حازم بقتل ابنها، مقتل 2 وإصابة 24 في معركة 10 ساعات في شبرا. روزا اليوسف برضو خدت نفس الأزمة في صفحتها الأولى واتكلمت على دماء في شبرا على يد نجل منسق حازمون، 3 قتلى وإصابة العشرات، وجمال صابر يدعي تورط الأقباط في الحادث. ده عن ملف أزمة شبرا. أما عن ملف أزمة القبض على قذاف الدم، فقذاف الدم بيواجه الأمن على حد تعبير جريدة الوطن في صفحتها الأولى بعبارة من أنتم. امبارح لما الأمن راح يقبض على أحمد قذافي الدم سألهم من أنتم، ودخل العقار الخاص بيه واشتبك الأمن الخاص بأحمد قذافي الدم مع الأمن اللي راح يقبض عليه. المسؤول الليبي، مسؤول ليبي سابق، قال لجريدة الوطن إن تسليم قذافي الدم وعدد من المسؤولين الليبيين اللي كانوا موجود في مصر ده هيجي نظير استثمارات مصرية ليبية مشتركة. الجمهورية في صفحتها الأولى بتقول إن قذاف الدم اختبأ في غرفة مصفحة في عقاره في الزمالك، القبض عليه وحجزه 30 يوم لاتهامه بالفساد. كان في أخبار طلعت امبارح إن عدد من قوات الأمن رجال الشرطة المصريين بالفعل تم إصابتهم بعيارات نارية أثناء القبض على أحمد قذاف الدم. من ملف القبض على المسؤولين الليبيين إلى ملف مليونية رد الكرامة. مليونية رد الكرامة هي مليونية دعت إليها عدد من القوى السياسية يوم الجمعة الجاية
قدام مكتب الإرشاد اللي في المقطم. السبب هو الاعتداءات اللي حصلت على الصحفيين وبعض الناشطين في الأيام اللي فاتت واللي نقلتها وسائل الإعلام والفضائيات المتعددة. المصري اليوم في صفحتها السادسة بتقول التحرير يستعد لرد الكرامة، الميدان يستقبل مظاهرات لشباب الثورة وأصحاب المخابز المعترضين على إعادة هيكلة الدعم ودعوات حشد المليونية الجمعة. أما التحرير في صفحتها الأولى بتقول إن مكتب الإرشاد بالفعل أخلى المقر اللي موجود في المقطم، وإن ضباط التأمين اتكلموا على المتظاهرين وقالوا عايزين نقبض على 2-3 وأحد الضباط بيرد ونقبض ليه؟ ما يترموا في المستشفيات أحسن. حبس 30 متهم في اشتباكات المقطم بينهم 12 طفل. الجمهورية في صفحتها الأولى بتتكلم على مساعد الأمن المركزي، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، وبتقول إن مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي بيصرح إن إحنا لسنا عصا في يد السلطة ولا نستخدم لقمع المتظاهرين. المساعد الوزير بيقول لا عناصر إخوانية ضمن تشكيلات ونلاحق الأكاذيب بالقانون. أما الصحفيين فالتحرير بتقول في صفحتها الحداشر إن عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين هينظموا وقفة احتجاجية النهاردة قدام نقابة الصحفيين. السبب هو الدفاع عن حرية التعبير زي ما جورنال التحرير بيقول، وبيقول إن الوقفة هتكون تحت شعار إرهابكم لن يخفي الحقيقة. من ملف مظاهرات مليونية رد الكرامة إلى ملف آخر وهو ملف الانتخابات البرلمانية. جبهة الإنقاذ على حد تعبير أو على حد نقل جريدة الوطن في صفحتها الثالثة بتقول إن هي تبحث مع نوابها تطورات تعديلات القانون وتطورات ملف الانتخابات. الوطن بتقول إن الإخوان المسلمين ابتدوا يعرضوا لبعض التنازلات في ملف الانتخابات البرلمانية، ولكن حتى الآن من غير الواضح إيه هي هذه التنازلات. من الوطن نروح للمصري اليوم في صفحتها الثالثة ومؤتمر لحزب الوطن السلفي بزعامة الدكتور عماد عبد الغفور وهو مساعد رئيس الجمهورية وكان رئيس حزب النور السابق. عبد الغفور على حد تعبير المصري اليوم بيرحب بانضمام أعضاء الوطني المنحل للوطن السلفي، ومناقشات قانون الانتخابات الجديد في تشريعية الشورى بتصل إلى إعادة التقسيم في محافظة قنا. الداخلية اعترضت على إعادة التقسيم ده لأنه بيضمن نشوب منازعات ما بين الأسر الكبيرة في محافظة قنا. من المصري اليوم إلى أخبار متنوعة تناولتها الجرائد النهاردة عن حكومة الدكتور هشام أنديل. عدد من الأزمات ما زال يواجه هذه الحكومة، أزمة السولر، أزمة أصحاب المخابز، وكمان أزمة الإضرابات والاعتصامات في كل مكان، ولكن اللي تصدر الأخبار هو الحديث مرة أخرى عن أخوانة الدولة. وزير الأوقاف على حد زعم المصري اليوم في صفحتها الثالثة عمل مؤتمر واتكلم على أن الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين ليس سبة والوزارة سيقت إلينا. الخبر في تفصيله بيقول أن أحد الأئمة اعترض على كلام الوزير في كذا مرة وقال إن في عهد هذا الوزير أصبح الأئمة بيشحتوا مرتباتهم وهذا لا يليق بالأئمة على حد زعم الإمام المعترض. روزا اليوسف في صفحتها الثالثة اتكلمت على زيارة الدكتور هشام أنديل لمعرض القاهرة الدولي وقال إن هو حريص على تهيئة المناخ للشركات للاستثمار في مصر. أما الصباح في صفحتها الأولى فاتكلمت على أن أصحاب المخابز قاموا بالفعل امبارح بقطع الطريق قدام وزارة التموين معترضين على تأخر سداد مستحقات المخابز. أما أزمة السولر المتفاقمة في جميع محافظات الجمهورية فأصبحت بتهدد حركة السكة الحديد في الوجه القبلي والوجه البحري. التحرير في صفحتها الأولى بتتكلم على قانون السلطة القضائية اللي بيضعه حاليا وزير العدل المستشار مكي. انفراد التحرير: قانون مكي للسلطة القضائية يجرم إضراب القضاء ويلزمهم بالإشراف على الانتخابات ويخفض سن التقاعد إلى 65 عاما. أما روزا اليوسف فبتكمل على العنوان بتاع الدكتور هشام أنديل اللي بيقول فيه إن احنا حريصين على توفير مناخ يهيئ ويساعد ويجذب الاستثمار. روزا اليوسف في صفحتها الأولى بتقول الرياض على حد تعبير مصادر في الرياض أن تجميد أصول مالية لست رجال أعمال سعوديين في مصر بيؤثر سلبا على استثمارات العرب. من أخبار دكتور هشام أنديل رئيس الوزراء إلى أخبار دكتور الرئيس محمد مرسي وزيارته اللي بيقوم بها حاليا للهند.
الجمهورية في صفحتها الأولى اتكلمت على هذه الزيارة وعلى ما تكللت أو ما نتج عنه هذه الزيارة. بتقول في زيارة توجد بسبع اتفاقيات للتعاون، الرئيس يدعو الهند للمساهمة في مشروع تنمية قناة السويس. وبتقول في عنوان جانبي إن الهند منحت مصر منحة لإطلاق قمر صناعي ومركز لتكنولوجيا المعلومات. دي عناوين بعض الجرائد الصادرة في القاهرة ومصر النهاردة، وكان في عنوان مميز للغاية يعني أدخل الفرحة على قلوب العديد من المصريين وهو عنوان رياضي. امبارح منتخب الشباب بقيادة نجم التسعينات اللي هو مدرب المنتخب كابتن ربيع ياسين قدر ان هو يتغلب على الجزائر. تغلبه على الجزائر أهله إلى نصف النهائي في أمم أفريقيا، وبالتالي كده منتخب الشباب أوتوماتيك تأهل إلى مونديال الشباب اللي هيعقد في تركيا في شهر يوليو. تفاصيل أكتر عن الأخبار الرياضية نتابعها في تقرير الرياضة التالي. حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي يرفض الاستغناء عن محمد أبو تريكة لنادي بنياس الإماراتي نهائيا بعد انتهاء أعارته نهاية الموسم الجاري. تمسك الجهاز الفني للنادي الأهلي بالبحث عن مهاجم إفريقي لتدعيم صفوف الفريق رغم إشادة حسام البدري المدير الفني بتسجيل أحمد عبد الظاهر لأول مرة أمام إنبي وتسجيل عماد متعب لهدفين أمام تذكر في نيروبي. هدد شريف عبد الفضيل مدافع النادي الأهلي بالرحيل من النادي الأهلي لعدم حديث مسؤول الأهلي معه في تجديد تعاقده رغم أن عقده سينتهي في يونيو المقبل. عقد هادي خشبة مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي ومجد طلبة مدير التسويق جلسة مع والد اللاعب سعد سمير لحسم ملف التجديد، واشترط المدافع تخفيض العقد لموسمين فقط بدلا من ثلاثة. أكد تامر النحاس وكيل أعمال أحمد جعفر مهاجم نادي الزمالك أن اللاعب لن يجدد للزمالك بأقل من 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد، ما يضع عقبة كبيرة في استمراره بالفريق. تلقى أحمد حسن لاعب الزمالك دعوة رسمية لحضور مراسم سحب قرعة كأس العالم للشباب في تركيا يوم 25 من مارس الجاري، وجاءت دعوة الصقر كونه عميد لاعب العالم برصيد 184 مباراة دولية. عبر صانع ألعاب الزمالك سعيد محمد قطة عن رغبته في الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي لصفوف حرس الحدود، وذلك بسبب عدم مشاركته مع الفريق منذ بداية الموسم. يخوض فريق مصر المقاصة مباراة ودية اليوم الأربعاء مع فريق بالآس استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز والمحدد لها يوم 28 من مارس. أخبار سعيدة لمنتخبنا الوطني للشباب، نتمنى له كل التوفيق في إكمال رحلته في كأس الأمم الأفريقية، وإن شاء الله كمان مستوى مشرف يشرفنا به في كأس العالم للشباب اللي هتقام في تركيا. التحرير في صفحتها الأخيرة حطت رباعية للأستاذ الشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، هقراها لحضراتكم. أسد المغارة يا ندل يا نطع، صفعت ستك قدامي، عجلنا يا ابني لأن الصفع كان على الطريقة الإسلامي. دي رباعية الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي في الصفحة الأخيرة للتحرير النهاردة. احنا اتكلمنا على عناوين الجرايد اللي صدرت النهاردة، ولكن اتكلمناش على عنوانين او على عناوين جريدتين، الشروق واليوم السابع، لان احنا شايلينهم لحضراتكم في تقرير اعدوا الزملاء من صالة تحرير الشروق ومن صالة تحرير اليوم السابع. عددنا اليوم الأربعاء العناوين: ملك الأردن مرسي ليس لديه أي عمق والإخوان جماعة ماسونية. ننفرد بتفاصيل خطة الإنقاذ لكشف مخالفات الإخوان أمام الرأي العام. ننفرد أيضا بقصة رجل الأعمال الإخوان الذي تدخل لحل أزمة أوراسكوم مع الضرائب. أيضا في تيار الاستقلال بيدين الاعتداء على الصحفيين أمام الإرشاد. الفضالي بيطالب باستفتاء شعبي على استمرار مرسي، ونبيل زكي الأمن القومي مهدد بالخطر. فعلا النهاردة من جريدة اليوم السابع أنا عامل موضوع بكشف فيه عن أن الأجهزة الأمنية رفعت درجة الاستعداد للحالة جيم بسبب زي العسكري اللي تم ضبطه قبل تهريبه إلى غزة. في خبراء استراتيجيين أكدوا خلال التقرير اللي أنا عامله في جريدة اليوم السابع النهاردة أن الظروف اللي بتمر بها البلاد أصبحت قاسية للغاية، ولازم تكون أجهزة الأمن وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات على أهبة الاستعداد.
منشط جريدة الشروق عدد الأربعاء ليلة دامية في شبرا، معركة بين أنصار الناطق باسم حازمون وأهالي منطقة العسال، والإنتربول يقبض على قذائف الدم بعد 10 ساعات من المقاومة المسلحة. صفحة 7 تحقيق عن حد الحرابة بعنوان غابت الشرطة فانتشرت أعواد المشانق. التحقيق فيه آراء لقضاء وقانونيين وحقوقيين. مصدر عسكري صرح للشروق بأن هناك عناصر جهادية فلسطينية وراء تهريب الزي العسكري إلى قطاع غزة. المصدر يتساءل كيف عرف القيادي الإخواني أن تلك الأقمشة تستخدم لملابس الأطفال. احنا عاملين قسم التعليم عاملين حوارين مهمين، واحد مع رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس والتاني رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وكل في كل واحد فيهم بيتكلم على ان ازاي ان من المستقلين ليه هم فازوا بالانتخابات. فبالتالي هم الاثنين بيشجعوا على فكرة العمل الخدمي في المقام الأول للطلاب، وتاني حاجة فكرة تغيير اللائحة الطلابية الجديدة اللي بحيث ان هي تكون معبرة عن كافة الآراء.